بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. عشر كان وكيلة وبغل كنتر يسديد هذا كميدا من صحيح مسلم رحمه الله تعالى، وحين كسوة كتاب الحج، باب في الوقوف وقوله تعالى: ثم أفضوا من حيث أفض الناس. وحبابي هاي في الوقوف، في وقوف عرفة، عرفة استاقي ذا هي أصل كيسية، وقوله تعالى إله هذا الكيسية ها: ثم أفضوا كبتاع وكدقاقا من حيث أفاض الناس، تطم بشي كدقاقا وعرفاء. حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو معاوية محمد بن خازم الضرير عن هشام بن عروة عن أبي عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كانت قريش، قريش وحي أهيد يومن دول كدانا كدين لكتب دينها دين تيدا، يقفون كوي تشوكسدو استغايا هن مالك السقالات بالمزدلفة، مزدلفة جوكسن شيرين مالك السقالات ومضو عرفة تاغنتا هاي يبنكا يبورتا لشوغو يا ايو قريش يوحي كدينا وحي استاغي شيرين ويكو عرفة سنشيرين مزدلفة ماشا ليدا. وكانوا يسمون وحلوغم عابد جرى الحمصة، نمنكي اصل راعى بالورنشيرين الحمصة جمع احمص، احمص كن وقفك الدين كي سكوت لكن روح متطرف كأضوء تقارن أما أسولي قال لي أما أصل راعة أما ميل كأذك أما مركود دقة وحدا ضوء تقارن أي حمص قال لي هذا. طيب التشدد والتصلب في الدين با حمص قال لي هذا. وكانوا يسمون وحلقوا مقعاب جري عند العرب الحمص لرجع قريشي وحي قريش دين تيدا كدين دكته يعني وحد عليهم ويدت كي يبتقوا أهايت أي جبر قريش هذا الشيء قبائل كنوع عاصة قريش بكباب هايين أحكام جونين أوي سما يستون على هايين ويكم بتاعي معلومها من اللي تشوفه إن إيشن طلع لي ما يسنا مال هو سي هرع من أيشن قالين قرحة سي تجنان شرين هذا إيه مركز صور نقطة أن قريه هو ده نبر كذا بيك سوق اللي شرين يضع ده الباب ده كمان سوق اللي شرين هولا بدن بيكو يي كجد ورا العرب تكلوا إلى يوان نور هرد دينات بناي ده كمل لمد منهم بورنشرين. وكان سائر العرب عربت انت ذكرنا يقفون وحي جوكسن جنين بعرفة، فلما جاء الإسلام إسلام هم ركو يميد أمر الله النبي إله النبي جيس وحوفري أن يأتي عرفات إنو التقوه هلك عرفة أوتقو وفيقف بها يد أوتشوكس دوس مزدلفة كل حنين، ثم انت أكد من يفيض منها ومزدلفة عرفة كسور دقاقه، فذلك قوله تعالى إن عرف الله إستاقو والمزدلفة الله إستاقو مالك كالسقالات وقبل عمر قد عنا لقصر دقاق عرف ومزدلفة بينك الله بريانا قوله تعالى ثم انت كذب أفيض كبتاع من حيث أفاض الناس دقم ماشي كدقاق هي الناس كان نبي الله آدم بلغوا ذا والليلي ما نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام بأصغونا سايلي ترين والليلي أمضى انت ذاك لعام كان اللو جيدا الإفاضة أصل كيدو والتفرق في كثرة وإن لدقاق يدو آد لو بدن ياي هل مر إن شقع الليلة تكون آد بدن بالليلة هذا من إفاضة الماء بيها مركب بتعان وكل بتع أساسا لو ضد بدن بين المشى كدقاق يسكو إيمانية آيات سياق قرآن كما كات في رسو وحيود ده وده آيات سياق يدو سيد يقرش آم من سنيد إن آيات تلمامس فإذا أفضت من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين، ثم أفضوا من حيث أفاض الناس. فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام ومزدلفة واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين محد بيال، ثم أفضوا من حيث أفاض الناس. ظاهر الكتاب وموافق لعمل قريش، لكن السنة النبوية عضي سوحة ثم ضع لقوضه وأذو إلى هذا تذكر وناقصا واحتر واحتر أحسن إلى الكرماء والعلماء، ثم لا تعطي بخيلا. ثم مربح كنت ماذا إن شيء هو قد يجيس اللوتشيد ترتيب على التراخي قد مر جرتين من ربي كان لي حتى يو لقوة ذا كي هو ركور نقونا يوحلوج. فإذا أفضت من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، ما كان عرف كذا قضى إله حسى الليل حسك مرك الله شيء كذب أي وحال لي حقيقة بتاع عيسان لما شيء ماشي لقد قاقة هاي وضد كوي ضيع قريش كذا قاقة سلامة المام وحال لي ثم أفيضوا ضد قريش تهين هي عربتك على قريش كدين تأبى من حيث أفاض الناس. السنة النبوية عضي سوف سرتي
وظاهر الكتاب يسياق سيدا لقفها ميكال لها حطي نبي قانا دي لغسو دي جي قرآن كن أمد أوفا سورو فانسيو سنة عدى يسياساسوي أمد صحابة مقاف كاسي أفهمين. وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة حماد قال حدثنا هشام بن عروة وحورة ومركة وذات كاب معاوية إن لغم متابعين وكو عديه في هشام عن نبي قال كانت العرب عرب حيا هي تطوف بالبيت عراة بيت كود وافجر تأيوه قاقاوان ومريا قعانا حديث كان لفظي قهر وحاكوية رواية ظهر وحاكوية جرة قفق وحو أسوه التزامي ودين كدك تدين بالورنا لغة وعرفا لكن ودين باطلة كانت قريش ومن دان دينها بالي ومن دان دينها وذا دي كتب قريش ويدا الدمقراطية والدين وذا دا يدي ما يدين لما ديكرو يعني لغانا ما يقانان عرفنا ما يقانان شرعنا ما يقانان روح وحو التزامه ايه ودقن وكردك تو الدين تيس هذا كدين دكتي او اما الله يقول دوانايا اما ادم اسكاك قضايا اما مصلحية دان واركا وحي مركا اددو اسلازي سؤيت كل دقن تيجوك تيسو دين بوكون نقونا يا مركا اما الدين حقا هنقضو اما مد باطلة هنقضو عرب حي تطوف بالبيت عراتا يوقا قاوم بيكو دوافج البيت الا الحمص قريش ايو انت الرعسا مويه والحمص قريش وما ولدت عدى عدى شيء قريش ضد قبائل كذا شيء يجا يهربتوا هايهم وي كانوا يطوفون عراتنا أيوة قاوم بطواف الجرين ضد عربتك كلا إلا أن تعطيهم الحمص قريش إن يسي سبب وي ثياب نرى يقضى وافا فيعطي الرجال الرجال رجع قريشات رجع كلا عربيد صدى وافي حج كيميد أما بيت كيميد بيدرى يقضى وافا سينجرين والنساء النساء دمر قريشيد انت لها الماشنا درك وحيسين جرين دمر كورك إماد كي مرك عربيد الربعين ضوافا وكانت الحمص قريشي انت لها الماشا وحيها لا يخرجون من المزدلفة من المزدلفة درك كي مادين يكسو حجينا ويكسو عمريستين ما يسن كده وافجين عربتك كالي محايلة در يكسو دنبابين بيوارك هايين إلهينا بيت كي سلمت كران كمان ضواف كران رأي يكون دم بابنا ويكون مع سيستنا وبين كل شيء كنا محران يرد أن تقطهم مركا ويسكدي كتيرين مركا قرابة يقول ين قريش أما بيت كده كتشوجا أيام مريا يكون ضواف سين كتيرين هدي ويان عند مرض سيسا مرضه كوي مد بكون ضواف كتيرين كدي منا مركو ضواف كده ما يوالا تو ويتور كتيرين اللقب أنا لورنج المرض أيضا وح قادن أسوق قادن ما هي قريش قادن ما يسو سيراف اللوق قادا يلوق يستوي كده المرض كده ما نيس مركم مرضه كيميت هدي اللوب بدور وح كده وقف الله سيو تيسي بنتو ملك تو تنحير له كده وافتر هذو مريض وسكن مار ميننا انتو إسقاويو يأسوق قادن وافتر رجع دوم أربعة هذه لكن وطول هي لو مرض هي أنا مرض أسوق دواف هذا طول وياهنا لو ما بدهم بدور لينو يزقويه ومريض هذا ودي بقاته ينو أيد أنت كده دوافه مرخ دواف كده مي أو ثورة أو راف كله بقاده برتا على قادين دواف ميشو كده مي يك ثورة هي سو قانون بنان كوب حمراء سو مركب كده أنا بس أسوق تك هاي اللي مرض أسوق حرام كهاري بأمن زين هاي دم بيقولن باكهاري مركا ألك هاتال لما قادن جري مرك وحقاً متجرو لما حيرنا يو قريش قادم مايسو عرب كلا قادم مايو كي طوري قادم مايو سنون حوله هو يستعين على الله ده هو يسأ من رافق الله وده كده ما ناي بقان كاسة إلى هاي وهذا اللي ته وكانت الحمص لا يخرجون من المزدلفة هي حمصنا وحياة هايين لمن أنكبح المزدلفة قريش أنت لها الماش إلا المزدلفة حرم ككتر سنتا هاي عرفنا وخارج الحرم وكان الناس كلهم دقوا حياة أنتوا ذاك العرب عن قريش كان هين كلهم لما أنتود يبلغون عرفات بيجاري جرين استاج جرين قال هشام حرف حدثني أبي أباه عروة عيشة عن عائشة يكتبي قالت الحمص هم الذين أنزل الله فيه قريش أنت لها الماش وكو ربي كسود الشيء ثم أفيض من حيث أفاض الناس حرم كي له دتك شوي بأن أنت تكد إنسان وما درعوا عرفتك كان سب بتاع وما درصد كحكم تينه قالوا وحتر كان الناس يفيضون من عرفات ومضى انت ذاك عرفك استاج جن كان سو بتاع جن قلبك سقالات وكان الحمص يفيضون من المزدلفه حمص او قريش انت دلين
مزدلفة يجو كسر دقائق ترين حق من كسر هذا ترين يقولون وحورن ترين مركا قريش يكون عدور دارن لا نفيض إلا من الحرب نيم والله بو أما الدين بدلا أما وحون كرقان دكتا عدور دار يقيل بوشكته الإمام اسمه من عيينة أي كشكي وحكوك اللي في قريش إني عرفتك ويان ومزدلفة مالك سكالة تشوغات ويهبينك بريا أرور الدنبر هل كأي كسر دقائق وحوري والأحمس الشديد في دينه وفي من عيان مكعدك ورني رئيس وين قارد دوننا لكن لفظ قاسوه ملا مسلم وريه وكانت قريش تسمى الحمسة وكان الشيطان قد استهواهم فقال لهم إنكم إن عظمتم غير حرمكم استخف الناس بحرمكم فكانوا لا يخرجون من الحرم أو من الحرم لبدو ولا جادية شيطان بأنتو بوب صدي أو قشين صدو الدقوم يستيو حكويري إذن كن ريح حرم باتهين ريح مكاتهين عربتك لو حيث كن حرم يسا إن هذا حرميين تهين حتى حرم كب حدان وعرفتك تان وبرنان كب حدان أدوين إيسان ميلان حرم أن أهين واجد محايدا فضيسان وإذن قشينسان عربتك لي وحرم كن اللوينين ما هي مركان سان عربتك لي هذا قوب كلا حرم يسان أيسان حرم كأفضيسان حرم كب حنا تدحجين إيسان حرم كي أكب حنا مالك لها وينيننا مالا أهين حرم كينا وعرفاء عرفاء داد وين إيسان وحد بهد إيسان والقيمة اللي متكو سماين إيسان حرم كينا عربنا واقد ذنبه ويقورسان درجة إني يشرفتيني هل كاسو شيدان أقلي شيدان مبارتا أقول أحفريست مرك اللي يري كتاب كي دين كما القاطون إسلامتان وحيدة هذين هذان دين كراعنا هي إن نتبع الهدى نتخطف من أرضنا إلى يمحور الدبال لما ظلمك وكور رماي أولم نمكن لهم حرما آمن يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا أيوة قالوا ومشركين يا إلهي الدفاعي وأبرها كدفاع الشبيي وطير أبابيل لوسي الداي ما يقوم إلهي أوه قان سمي مسلمين نقض أهل التوحيد نقضي أي إلهي الدفاعي وأيا إذنكم مشركين ربي إذن دفاعي المركز أبراهيم كعلم ويدين أتر هذا البيت كان ربي واسقى إلى شني العررتين بيت جاء دفاع قال يا شبيه علك عرب ورن صوم مري أنتم صنع كيم قبيل كورس تاج ورلك دقي المرداش إذا كم مري كان عررتين يا إذا دفاعي الله مركز دين كيس قالتان كورم وطبالمه وعيد هذا الدين ترى عنه هي وأنا رب بسنا هيا وأنا للضفي أنا لأركم ما هيو قرقر كسر نو قادي إلى محورة ولا منهم كلهم حراما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء يعني هو وعقل قدر نبع وحوش قنية عكس وكو هذا آمن سن إسلام كشيكتة آمن سن كتاب كرب جي الدين تهدي لو قد رقم إن لا بربور ولا بابي ولا رقم إنه ميدير الله سكون حلي هدي الدستور يبين الخلقاتنا النبض يعاني اللي جهلي معاد كايسان لحد سنة وديني معاد كيف هاي الدين كون سقال بقول يصدنك إلى هذا حكم جاهل قال إذا كنت تكتب برتقيسي إنجليزي جرمني إيطالياني إذا هجاجيين بدها يصير معاد كايسان واحد كفى يدين ما دي شيء كرتا هل ما أنا هدي كتاب ربي ولا حكومة واتكش شكلني سن وناقيس لحد بلاد محاكم تطقوا هيسان لحد بلاد محاكم مرك وعقل معكوس كون يقدر حيده دين لا أم بوحي كده جين إنه يكب إنه يكب كب رادو بيان وكو خيرها هي عيد حرم قد تكبح لنا وماشي نبي إبراهيم استاجي تري إيه آدم استاجي أنبي استاجي إيه عرب دينه هذا تكتان وحاسدهم هي حرمتي إني عظمتي إيه شرفتي ما جعت كل حلا يدين عرب كذا دعين وذا ده شدهم سوقي حق هذا أبارة عضيسه برشدة كاكلا يا عيب برشدة كقولي شهادة بلغوش ما هي سلام في علاقة قادم هاي أو شو بعد كانيس ترتيب ومضى كمان ناس اللي بس لحظة كجتر تلقى يا كفتا بهي لحظة لقى كجرا شيطان ميلو كوسو استوى حريف دور كونه سنة سوتشري أبهن آدم إلى يوم هذا اللي بعد دور مليون سنة سوتشري مركوا خبير أجلس بعض وسيد دكتور الله في السادية يقان ميلو كوكا لواي ما يسكي إلى لي بالكاس إلى إذا كفته وحوري عايشة وحيدا وحيتر وكان كان الناس يفيضون من عرفات وكان الحمص يفيضون من المزدلفة يقولون لا نفيض إلا من الحرم حرم كوحان كأهين من كآذن من فلما نزلت ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس رجعوا عرب حيء الله بطيء قريش حمص
إلى عرفات بيقول الله أمر ربي جبا يمد كيد يدنا هاد السيفتا كأديجي موت كجاردين هيا اللي إن دت كان بني آدم كم ربط من إلهي كعب صدق يبر يلو كريم هاي سلف واحد إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن أود دم اللي تري يدولده وحلقوا الضبالة اللي يقول عليا وحن كتاب القرآن كلو يقول علين كريم رسول واحد إن كتاب ربي إيه دي ذي بكاذك وكتاب طول هين كي قال الله يا كتاب قرآن طول هين آيات ضع ترى دلوا هذا وسك دقة قنين كذا وده هين كدي ذي ودي يلي مهاي والحق واقع قرآن كشيء يسي كسير مهاي وسك دقة تبرنا ما هي زين كتاب من هو قبل إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن وين كتاب قوه له أود من اللي تروى سقو أديكته جابر معولي إن الله إن رسول أمرنا أن نضرب بهذا من خالف هذا سيفه هستيب صوفي وحور النبي وحور نفري سيفت أنا أقول قرعنه نك خلافة مصحف كان سيفت وين هو أدك تو يأود بلد وين هو أدك كتاب الرب جاي بلدونية إذا هذا شرعي باي من النبي محمد باطلنا قال واجب طي إذا وإن أمر كرب جاي لقاته ثم أفضوا من حيث أفاض الناس مصعون إنسان وحن هاي حرمين كبحي مينو حرمك عرف آدم مينو ومركز أدوك الشيطان قوطة لنهي لكن مركز كتاب قوطة لني أما وحدكو قادان طوعا أما وحدكو قاداني كرها وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعم الناقد وقال حد جميعا وسيو جري وددها اللبدا عن ابن عيينة سفيان قال عمرو وحوجي الناقد أسوى عن مرده هنا حدثنا سفيان بن عيينة تبودي عم الناقد عن عمر ابن دينار المكي الجمحي سمع وحوم غلي عمر محمد بن جبير بن مطعم بن مغلي يحدث عن أبي جبير بن مطعم قال وحول السحاب قاس أضلت بعيرا لي وحان دميو يقف كذا رتئان لها أما نيف قيلون لها أضلت وحان دميو بعيرا لي نيف قيلون لها يوم عرفة في رواية حد كوليه ما ننك عرفة قل لي هذا أي نيف قيل يقف كذا يقب هذا يوم فذهبت وأنت أطلبه يوم عرفة وأن رقاقي أنا رادين أيوه بادي قوبة ما ننك عرفة قل لي رتئي فرأيت رسول الله رسولك إلهي بان أركي واقفا تاغا مع الناس دتك اللي جيران كذا بعرفة تاغا رسولك إلهي قرشي وحرمي وريب بن هاشيمة وين عبد المطلبة وعربتك لو عرف الله تاغا مال الحجة أيان قصو يعني لكم الميقو جبير رسول مال كان محجنين المطعم وفي الجاهلية وقبل أن يسلم صحابيكو أنتو سيسلامي كوروي نبي محمد مركم ضد كل تاجن بارك بعرفة على جمل له الرواية حدث كولي يعني رتو النبي والهاب والصارا ومركم وكح جنية وعرف النبي وكتاجنا توفيقا من الله له بسحاب الرواية كلكوي وحدث كولي إلهي بوافقي تلقي محجي فريان مالكاس تلقي وحي دومي مزدلف دومي النبي وانا وحور راعي عرفت كل راعي عرفوا التاجن رتو والهاب وكتاجنا توفيقا له من الله وافقين ربي وافقي هيدو فقلت وحان اسلام ورتي بادي غوب هيا والله الله كو دارت ان هذا نين كان نبي كان تاغن ونبي محمد بو جيده هدي نين كان تاغن عرف لم الحمص قريش بكثر سي وانا قريش وين عبد الله بن دلب وي محمد ايش كان فما شانه ها هنا هو شو سمحيت ما شانه كهي ما لو يقان ومسلمه ومعلوم من دين قريش ضروره من دين قريش هو معلوم ضروره إن نينك قريش واستاغو مزدلفة في يوم عرفة أمضى كان لأي تكتو عرفة نبي محمد أمضى كان الراع وكانت قريش تعد من الحمص قريش نوحا لو ترين جري ولو حساب جري قليها دين تكون لقان إنيين هذا كان ضمي وكانت قريش تعد من الحمص ابن عيينة إسكاله ومن كلام ابن عيينة ماها من قول السحابي ماها هذا كان ضمي رواية الحميد بعد في مسنده شنبق الخنطن يسقال حميدي وأثناء الرواد حديث قاتل كميدة صوفيا أيا أسوع كلاساري لفظك سحابك إيو لفظك أرضك صوفيا نورين تسمك حديث كورين هيا رواك حديث أولي هاي فما شأنه ها هنا ما شاء وحاكو يميت فما له خرج من الحرم فما له خرج من الحرم حاكو دعايو ومحمد أغسو بحي حرمك ومزدلف أغسو بحو عرفو يميت رواية تقول لي وحي عديسة فلما أسلمت مركان إسلامي كذب عرفت أن الله وفقه لذلك مركان إسلامي كذب بان قرتيب النبي في الجاهلية
قبل الهجرة حجك وحجيي أمضك إن راعي أو خلافي بدعوينك قرشين وكل لحظي وفجر ربي إنا هيدنا هالك مركز أنكر تيبو مركز حديث كوانا قبل وصوت المانا في صحيح البغار أصلا كون يمد وان ما كان قال لإني نبقى إنو حجيي قبل الهجرة حجتي إنو حجي أما هل حج قبل إنو حجيي حديث كان سومر إنوي إذن هوشان أصل أوتهاي آيات وحيكا ليس مسلمين توردن بقريش غير كود بإن لقربه إن عرف استغان في يوم في اليوم التاسع وحيكوه ري عرفين لخلاف أنا ومزدلفة للجوكسدنا ودين جاهلية قريشية ومحرفة وحيابي كبدن دين إبراهيم حجكو وحيابي إلاليين بكتري بقايا دين إبراهيم وحيابي دورين أدو إلاليين بحجكو مدها ومع ذلك أنت بعقليه يحد قد بقيزتين وحكمتها دئيذ وقاوين لضوافه إلينا خذوا زينتكم عند كل مسجد بكير واللودي ذي مركز إذا إنسانا سوق يعني إن قل إن الله لا يأمر بالفحشاء بالغير ما إلهي بحماني إذا بدر إذا فرها وإذا بدر أنتينه إذن وحاصل أنه بدع خرافات الدين الآن ينتهي جليين بهذا عبادة الدين كذلك باب في نسخ التحلل من الإحرام والأمر بالتمام باب كنت قلت إمامك خلاف كصحابة نحمري بعد حجة الوداع حج كسعودس ككذب صحابة سيسكو ما نافين أيوه ربائنه إمامك ماشان كفا فاهيو ما كلا صوخ ولا سيد سيدنا عمر إيا راكي كرع عثمان وكمدها إيا معواق دنب كرع عاي إيا عبد الله بن الزبير صومر دودي نحمر تأسي عبد الله بن عباس إيه وحي مرينو يدهدين موانا كسنو أما واللقى في عيني هاي أما على أقل التقدير واللقى فضي بدني هاي هل سنو قذيه إن عمر يسوته حجده إيقاع عمرة وحجة في عام واحد بكرايستين مدول بسفر قونية إذا سنة قونية إن لغرقه أي مركة مرة هي حج السنة كلا بقر لمسوا علين كرو سنة البواها المر عمرون واسدها سوكالي مركة لاقي حج عمر إن في سنة واحدة لابي يتنبه قدوه أي دعان بيهورت مرن بكقبي وحوالا سيدرها ويكسي فقاين عمر يساحي أصحاب تيسو إن العمره هور مرسطه عمرين هور مرسطه كدي من حج أتقدم بيزيزه في أشهر الحج تلقى عدمة لنا الحج العمره يسطه أما هذا الحج عمره يسطه لحد يدي أما الشوال هذا عمره يسطه كدي من حج أتقدم بيزيزه يعني بلا حجك قدو هذا عمره الله هور مريه كدي من حج قدم بيه وين بصليه وأنا قلت سمر رسوله ورنا سيدنا عمر حديث جابر كالقوي وكلا صار عمر ديني حجكينا فإنه أتم لحجكم وأتم لعمرتكم أزومري ثم قرنا إزان مذول بإسكي درجة صد هذا وقص الدرن وفسخ العمر حج إلى العمرة إن أنت حج صوحرته مركز هدي ويدو حجك آت فسخته العمر أبدشو عمر دي عمل كذا كحلا لو كدمنا آت حج حرته مالك سدد يوم تروية وسيد النبي صحابة إيلانا حجة الوداع إيلان وهي أن هدي ودين عاش سيدي يا شيخ حضر ربنا ينوي صدح لا تلعبوا انتم عمر وادي دنا كو ان عمري حج لا دحدغو سنه غدهي سنه غدهي ولو عمره ها دحدبا بيلي حج كميل ان كان ها دحدو 12 بلد غدهود ان عمره يسو تحق ان حج دو وادي دنا ين وا لا فعن يا ورن جده وحا كلو كسي درن ان اد بلا حج ك عمره هر مريسو كدبنا حج اد كحجسو وحا كسي درن ايغو اكتودا كفق هوش هيد فسخ الحج إلى عمرة حج أنت تصوحرته هدي الآن مركز نقطه إن هذا فسخته والعمر أبدشه عمرة المركز كحلال وعمل كذي كذبنا ما لك سديدات هذا حرته حج صدح ذات درجة با سيدنا عمر وكمر مشري رغبة باكو تاجري صحابة المركز سنة كل دكتينا وإنه مريض ونعاو إن شاء الله تعالى اجتهاد بان أجي إمامك هوش أيضا وحكب قيم من باب سد الدراع إن يعامضه أما ضدك أن مكستا أي كؤافن واجد ذنبو حج عمري كلا ساري ويان وعماش كلا جرام ويان ويجو الضمر كذ أقل مونا يده نضنا ونحجنينا سيدي لقى شيء نيجي باكستان اللي نكن مجيء مكي بالي هذا بور هاي قرمة عول قلا اللي حكيكو عول قلي ما لك عرف الله تجنب عول قلي ما لك عرف الله تجنب يو عول قلي مركو مكي الحاج مكي بالي هذا مركو عهوي هولا بدل بس كجرا مركا ولا سوكب بقي سيدنا عمر نوال الشيء
حدثنا محمد يحيى بن مثنى وابن بشار بن دار قال ابن مثنى وحول حدثنا محمد جعفر أخبرنا شعبة غندر وياده أخبرنا شعبة عن قيس بن مسلم الجدلي عن طارق بن شهاب البجلي الأحمصي عن أبي موسى الأشعري عبد الله بن قيس قال الصحابي وحول قدمت على رسول الله رسول كلاب أن أصو قلي وهو منيخ أصو الرميي أما يهشيسي بالبطحاء دحذ مكة وهذه محصب لورنجري أما بطحاء مكة لو يقاني نبي قال كفر تود جنبان وإمد بوري فقال لي وحيوري صوبانه أحججت يمن بن كيم عبد الله بن قيس أبو موسى الأشعري علي بن السعودي أحججت مسوحج إذا حج مسوحرتي فقلت نعم نبي الله فقال بما أهللت محات صحرت محات سني ستي ما كان حجك حرنيس قلت لبيك بإهلالك إهلال النبي لبيك اللهم بإهلال كإهلال النبي والنبي الله صلى الله عليه وسلم إله وحان صحر ونوه قصد ونصحر حجك النبي محمد وكلاء نبي حوري فقد أحسنت واد وناجسي هذا أنا أوسو دكستي وكيو كلا صحرة سفع عن بادي الشيء ضف بالبيت كعبدا قدواف وبالسفا والمروة لبدا بردح لنا أرض وأحل حلالو بان ليلي هاي لي هدي موسى ودن أسو هدي موسى ودن حجكيزي وحالو فسق اللو بدلي عمره أما سيدنا علي ونصوم مري حديث جابر أسوكو حجك هذا ودان ليلي محايا لي وحو ودي هدي بو ودي قارن بو سيده كنقد قال ابو موسى الاشعري وحوري فطفت بالبيت وبالصفا والمروه بكعبنا وان كدوافي سعي بين الصفا والمروه وان سميي ثم اتيت امراه من بني قيس كتب حن اتغي هويني ري بني قيس وقبل محرم كيسا اهيد قيس هو ابي عبد الله بن قيس وابو موسى قيس بن سليم بابي اللي هذا قبل مركه ولا شيء اي اتغي مركه ففلد رأسي مضحي إي فردي بول ففلد رأسي مضحي إي فردي وإيشان ليس تمر ديرون لها بين تي إما ديبا إيشان ليس إي كلب حسوي إي غاجس ثم أهللت بالحج حجبان حدي مالك الدنبي يوم تروي الله جاري حج كي سهران محلو بدلي عمره عمره دي بك حلالو بي كدمنا وإيشان ليس توا فردي كدمنا مالك حج كلا جاري بحج عصب حدي قال وحور السحابي أبو موسى الأشعري فكنت أفتي به الناس سيدا النبي إفري النبي إفتو ضيبان أمد أفتوان جري خلافة أبي بكر إيوه رانتي خلافة سيدنا عمر با حتى كان في خلافة عمر أي في آخر خلافة عمر إلى اللقاري خلافة سيدنا عمر آخر كيدا بيا قدير فقال له رجل يا أبا موسى أسوق مكتشوغة وفتوان هايوه هوش النبي أفتو ضيبانينكي عمر حج صوحي إن هدي ودين وحيو بدلي كرا حج كيس عمره عمره عماشه دي بالله إيمان كرا ومكو كحلالو بنا حج بوحران كرا وسيدة أصم متمتع كون نغون كرا يفتوان جري خلافة سيدنا أبو بكر لابد الثانية بركي إلى هرانتي سيدنا عمر خلافة ديسي كدبنا أركتع يا كسو كرد سيدنا عمر فقال له رجل يا أبا موسى أو يا عبد الله بن قيس عبد الله بن قيس أما أبو موسى رويدك بعض فتياك ككاثالي فضوى أضوى دبركيت رويدك بعض فتياك بعض فتيا هي فتوى والبدو والآخرية فتوى هي فتيا واسكمت فتوى أتشيغي سي أحكام تات أخرنا إذا كقاب سالي محايا إلي فإنك لا تدري مؤقت ما أحدث أمير المؤمنين مؤقت وحكسو كردي أميرك المؤمنين تا في النسوك حجك هولي سا بعدك قداشا ماشان تكفضونا إيسا مدينة هوشا كرد على وربو وما هي سيقاب سالي فقال وحوري أبو موسى الأشعري هاو شنو بصدر ربا هاو شبو جوجي حرت اللي جو كتب الله هذا أيها الناس دادو من كنا أفتيناه إن كان أفتو وني فتيا فتو يحكم أنو شغن فليتأيد هكاتث من التؤادة هكاتث هذا ورصدو سوغا فإن أمير المؤمنين قادم عليكم أمير المؤمنين تايدين سوغالا هايو إيمان هاي حج كي كعبادة فبه فأتم أساق كد يدا سقا أمير دين إيه مسلمين تنخايف بالوحو يدين فتو دراع تايدين جوجي قال فقدم عمر باصوغ وكعبد يمد فذكرت ذلك له ان اشهد ابو موسى وحول هؤلاء ان النبي محمد يفد غدوا ان مدوا فدون يبا لغو قبسد جوجي لي ان جوجي ما توك دز عمره فذكرت له ذلك هوش ان اشهد سنه النبي سدا هي يا هوش سو غادي بو ربا ان وبسد عمر مركو وا دود وحول فقال عمر وحول ان اخذ بكتاب الله كتاب جله دان قبسن ابو موسى وان كتابه كلا بحنو فان كتاب الله يامر بالتمام كتابك ربي وحفرها يا لما يستر نينك حج بالله حج إلى ربي ما يستر إنه سنكبح كرين
نينك عمرة نيست عمرة نسم بدلي كرين وأتم الحجة ها والعمرة لله إتمام بو الله شيء مر كان تاد الحج صوحي وتحج كي أتبدل يست عمرة وبدلي سواح خلاف سنت هاي ظاهر الكتاب عمر سأس بقول إيه إن أخذ بكتاب الله فإن كتاب الله يأمر بإتمام الحج والعمرة وإن نأخذ بسنة رسول الله هذا النبي محمد سيد السمية أن قبصني سنة دي سنة فإن رسول الله رسولك إله صلى الله عليه وسلم لم يحل حجك كما حلال من كما نبحن حتى بلغ الهدي محلة إلى هدي أوقور عيوم النحر نبق أوقاري وتضوى بقولك على أوقور عصي على أوقور عيوم حلال من نبي محمد حجك سورة ما يستر قرآن مرة ما يستر بوشيك هاوشن كب انتاد بلوضا كان لبرق أسارة حقيت نقد دايو العمر دانا طيب أنا ضمن حديثك عمره ولا يكر لي لكن وأمير وحدثنا عبيد الله بن معاذ بن نوتبي حديثك حدثنا أبي أباي بأيو الرمي وهدي معاذ بن معاذ العنبري قال حدثنا شعب الحجاج فهذا الإسنادي نحوه يعني وحور ربين وجود ذلك معاذ بن معاذ يوح متابعين يا غندر بمتابعي عن شعبة طيب حديث كذا نصومر من لمدة أما كله وحدثنا محمد المثنى أبو موسى البصري حدثنا عبد الرحمن يعني المهدي حدثنا سفيان بن سعيد الثوري عفوا عن قيس بن مسلم هذا نصومر إن قيس بن مسلم الجدلي مركز سفيان بأسوحوا هذا متابعين يا شعبة غندر إيو معادنا وحيسكم متابعين في شعبة يسكم متابعين أساق شعبنا عن قيس بن مسلم وحام متابعين سفيان الثوري عن طارق بن الشهاب أنا بموسى الأشعري قال قدمت على رسول الله رسولك لمن أصوه قال أنا يمن كيمت وهو منيخ أسوه الدقن بالبطحاء ماشي الدح ذا أهيد أما قالها وادي أهيد أما قدوش يدا أهيد قلت وحاني عفوا فقال وحوري بما أهللت محاط صوحرتي أبي موسى محاط صوحرتي من النبي قلت قلت أهللت بإهلال النبي قلت وحان صوحرتي إهلالا بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم أنا قد سمريني قال هل سقت من هدي هذا كان كفا فاسن واحد يميل وضاه وتصوك حيصد بناك كلاتيمي قلت لا ما ينبع الله قال فطف بالبيت وبالصفا والمروة ثم حل كعبدا كل ضواف وضواف العمر الله يمو كدبنا سعي بين الصفا والمروة السماء كدب انتمها قاب سوء محيرو حلاله فطفت بالبيت وبالصفا والمروة ثم أتيت امرأة من قومي وحانو تقهوين التلك يعني ولا شيء محرم بيو أهي ربني قيسوي فمشطتني وايشان ليسي وغسلت راسي مدحينا وما يدي هران الروايه هو روحان صوم الري ففلت راسي مدح هذا ان لغوها غاتيو او قشنك لغا سارو او لغو فر فليغ والا يدا ان شر ان لغا بارنا والا يدا فلي لبد وا نقدا ان نظافه اهان هي هغاجن اهان فليغ والا يدا مركا عيانك لغا غرين والا يدا كل مركا سياق يا مشد مريسن باد كو حساب زنو قد ان اسكيل ليس لو باهي هي يا يقف كاتها يعد أتكه الله يسوين أتكفير صوت فما شطتني وغسلت رأسي سمعت وإيه فردي وين مضح يقدر ضيبر هران الحسوي يدي ففلت رأسي مركا وأسكم على الله بدو فكنت أفتي الناس ده كان أفت وانجري بذلك أرنك أسقى إن حج لو بدلي كرو في أشهر الحج عمره لو بدلي كرو عمره مكة لقح على لوبانا هذانا ما لك سيدي الأمة دمرك حجك حرن يسأل الله حرن كرو أم تمت عصات كنا قن كرت أذو قران صوحي دينا تبدلي كرت أذو حج مفرد صوحي دينا تبدلي كرت أذو عمر صوحي دينا تبدلي كرت وهي عاشبة اللي قبل دلي واتقرن يس في إمارة أبي بكر ده سوق سنن كواي وإلى شدا هذا خور ما ينبض إذن شيء لقى ما حفني أبو بكر الصديق أنه خالف سنة من سنة الرسول ولو اجتهادا لما هي وإمارة عمر إمارة زمنك عمر هي زمنك أبو بكر أساسا فتوين جنبه قال أي فتو محادم بي وادم بي فإني لقائم بالموسم أنا تاجن حجك يمشي لو حجنا إذ جاءني رجل نبأيمت فقال وحوري إنك لا تدري ما أجد ما أحدث أمير المؤمنين مؤمنين مضحضوا دي أما مضحونا دي وحو كسو كرية في شأن النسوك في شأن الحج حجك أرميس فقلت أيها الناس وحال من كان أفتيناه بشيء إن كان حفظ وأن فليتأي ذاك أتسدو فهذا أمير المؤمنين قادم عليكم عمر باصوص عضو هو شاكه للدون أسقى السقى فبه فأتم أسقى قد يضو كحدا
عملك نصايا كقاطة أمير. فلما قدم أمرك صوغل قلت يا أمير المؤمنين وفير ساد من أذكياء وعقلاء العرب والمسلمين أبو موسى الأشعري وحربا برشد إنه دتشيو ما أحد أوصل كوك عنين مثلا هو حقيقي جستو ملحوينا يلبسك كما هاي رده كده يا عمر ولده ده هي لكن بلشدي وينو يلاده أنا ما دام عن شعبك كم بده هاي أمير كبا من يسقى هو شو ده يسقى أنا كقاطع حكمك أنا يسقى أنا هوست حكري هو صدم بيننا أنا عمرنا وصدم بيننا أبو إدمان الله لكن بلشدي وينو يلاده ما أحد إن كامر قاطع علوم ديننا دين كنا إيه كسوق على الله يا ضد مسلمين أهل خير وأولياء إله على الله يا فجرية الزنادقية ملاحة لقمة الله حوكو قب صدي. فلما قدم قلت يا أمير المؤمنين ما هذا الذي أحدثت في شأن النسق محويا وحان كسو درت كسو بيرسي أعماشي يدقن كحجك يا هوليس. قال عمر حوري نأخذ بكتاب الله فإن الله قال تعالى وأتم الحج والعمرة لله عمر ذي حجك آدني ستند باللودين إلهي لما يسترها كبحين ربي يلي عمر محلو جوابها يا رسولك اللي قلت سودة شيء آيات على آخرنا يسو أيها فسري مركا ما ديقى النبي كأقوم بدن عمرو سيال لي دهي مسمى النبي آيات خلافي بال لي دهي لبقو دوك خطرا كسوك يسي كان نقوي أو شا يدا نبي محمد عليه الصلاة والسلام اللي قلت سودة شيء إيه جابر وحيري وهو ينزل عليه القرآن وهو يعرف تأويله نبي محمد القرآن كله قد جنيه قرنا يانا معاني سين مالح الله لقى هاي يان لسعو النبي بن حرسين نهوز كيسا نبي فصيري باف يلي هلا بدلو مركا آيات دادوا اسكا قادان يسان لغو فصير عمر ومعي تايو وإن أخذ بسنة رسول بسنة النبي نهضان قادننا عليه الصلاة والسلام فإن النبي لم يحل حتى نرى نحر الهدية نبيكو حجكي سي قدام بيي موسى حلال ابن حجكو بالله موسى كبح الى وهدي غورعي محل لغا يرتاسنا نبيكا كجاو معيري لولا اني سقت الهدية ها لا حللت حافظك خوري عمر نبيكا او جوابي فتح باري خو نبيكا نبي مخوري لولا اني سقت الهدية لا حللت كما حللتم هدانا هدي ودي لهين صحابه يسدوا حلال ودين بانه حلال بلاها مانع النبي هو شيء سيد عمر وحوج جس النبي محمد باه حدك الصوح ده عن كبح النبي محوج بحواي لأجل قيام مانع به إلا جرتوه سوق الهدي طيب آيات نهورنا محلق جوابي وأتم الحج والعمرة لله وحلق وضع هي صدح لقابة إفراد يتمتع إيو قرام بوايدين بنايها بلق وضع ننكي انتو حج ني يستعمروا وبدلي هدنا هدو حج كلا حد وا دمايستري نبي اين دمايسترتا كو فسري ولي با شيغان انو اسق وفد بدن ياهي لو استقبلت من امر المسد برتو هي ما سقت الهدية هدي مسوك حيين متمتع بان نقول لها نبي مكه قارين بو اسغو هدي بان اوديده مركا حجته قائمه ما الحجه وهي قائمه اوتهي لابي موسى الاشعري على عمر. وحدثني إسان منصور الكوزي وعبد حميد الكسي الحافظ قال أخبرنا جعفر بن عون المخزومي أخبرنا أبو عميس الهذلي واسمه عتب بن عبد الله بالليدادة عن قيس بن مسلم الجدلي أدنى مرك نك الليدادة أبو عميس ومتابعين إياه وذات كيها وذات ديه ومتابعين إياه صفيان إيو يشعب صفيان يشعب يعني يودن بي عن قيس مسلم الجدري عن ضارب بن شاب البجري عن ابي موسى الاشعري قال كان رسول الله رسولك لو حوها بعثني من الدرى الى اليمن يمن بنبغ يدرى قال حرف وافقت نبي ان كسو بيغ مسو نقد كيغي دنبه في العام الذي حج فيه سنه نبي حجي بان كسو بيغ مسو نقد كيغي فقال لي رسول الله رسولك لو حيو يقول يا ابا موسى كيف قلت حين احرمت ستري محني ستي مركا حج كحلنيسي قلت نبي الله وحارب لبيك نبي قال وحول قلت وحان نبي الله لبيك إهلالا كإله النبي الله وحان كوكسو عجيبي حج لميد حج النبي محمد وكلاء حج لميد حج النبي محمد يا يعني الله كوكسو عجيبان صعر النبي الله قال وحول هل سقت هديا ولم يتوقع عيسود ودا قلت لا قال فانطلق دقاق جوج وركاس
وهذا هو اللي قدم بي حكم كذا مليه أنا قاعد أسكله وإله إنه وحيودي ما الفريس فانطلق دقاق بالهالكبح كعبدك صوت ضواف فضف بالبيت وبين سوا والمروة ثم أحلا ورد كعبدك ضواف للعمرة ضواف القدوم لا يمو سعي السامي كدي من حلالو محلو حلالو بهده تمام الله قابس دام الله حيره ثم ساق وحوك حي أبو عميس الحديث حديث كبو كحي بمثل حديث شعبة وسفيان حديث شعبة وسفيان وكال أيو الدريري وحدثنا محمد مصنى والبشار بن الدار قال ابن مصنى وحور حدثنا محمد جعفر غندر حدثنا شعب الحجاج عن الحكم بن عتيبة الفقيه عن عمارة ابن عمير التيمي عن إبراهيم ابن أبي موسى الأشعري ويلك يرى نبي إبراهيم نبي أبحي عليه الصلاة والسلام أبو موسى مرك ويلك مدينة وقرد الشيء صغير ونبي أكياني نبي قال تمير أفكو أمر مريي وندعي وسماه إبراهيم ودعا له صغير مرك ولي أن هنا قادم بو نبي قيري عليه الصلاة والسلام له رؤية وليس له رواية نبي هو أركي لكن رواية ملها حكم وري عن إبراهيم بن أبي موسى الأشعري عن أبي موسى أبي وحكورنا يا دي أنه كان يفتي بالمتعة وحفت وانشري أبي موسى الأشعري يفتي بالمتعة أي متعة الحج وحلقها هو متعة الحج وام حي إلا سيهر مريو عمرأة فيهر مرسوته كدبنا مركات كحلالو ده أثق تمالمي حجك أوت كدبنا حرات صادة أيشان سمي دارك بالمتعة وام حي التمتع بوجدة طيب وفتوان جري فقال له رجل حكيري رويدك بعد فتياك وركك فضوال قاركت فإنك لا تدري ما أحدث أمير المؤمنين في النسك بعد ما أقيد وحكسوا بيريي أميرك مؤمنين تقضاشا حجك أعماشيس اجتهاد وي حتى لقيه بعد إلى أولاك المي فسأله مركز ويدي فقال عمر وحيري قد علمت وان أقهي وان أقهي أن النبي قد فعله إنه نبقى السمي تمطع السمي نبقى السمي مصوى أمري هو أمري ساسوي وحا أضوى أمر تدن سمين أنا سمي وأوران كرتا وحالولي وضدان وحارد السي ميكي باكي ميدين كاركسو بدل وطوه الشيء وحوضه ما لقى وضع تاوهورا وحياة ليدين عقاية وزو إزداري أمر خب بحيوي قرية أنا رسال له ماذا أستاق محاد بحيسي أما العكتر بحيسي أما النقشدين تالي أما أمر كل قرية ساد بحيسي مسألتك أنا رسال له هل لفنا ماذا نجيدين لكن إن العكتر حقوق الرسامة ما ملك زي كنت تالي غيابة يعني ساس أجد السحابي قد علمت وان وحان أغاذي بلون أغاي أن النبي قد فعله إنه التمتع السمائية وصحابة بطنقود وفري يو أصحاب النبي أصحاب تسائي السمائية ولكن أصي شيء سنة خلافة إقامة إيه كريتو وحان كهضي ونرب سدي أن يظلوا إنا إنه أهادان مسلمين تأمرقوا معرسينك وأقل مذبهن الضمرك في الأراك عضي قميليه سأراك يعني ملي يدرينه هو دهيد ونمر ودويت هذا ما كيجيتكم ميال وحن بناد هذا طلال عليه والله طلال عليه مويل وضع كتير لكن واجو رهود بيعت شمق بيعت ماشي مسك وين أنا مرو كوي يالو هود بيع هنجرتي جيدا يا عبا يقول مك قرطان بناد وقب بيحشري نينك مرك دن جدا هاي ينون مالو يستاجو إسلام تي هلك سلا هذا كتير مرك وحوله هاي ولكن كريت وحان كوضي بوري أن يظلوا إنا ينقضان معرسينا كوا أروز قلي بهن دمرك الله أروز قلي في العراق كينتا يهود كعضيقا ثم يروحون يسوع الرابان في الحج رورتها حج ونقاقان تقطر رؤوسهم يقول ماذا حوض قب عليه بيه كدا أيوه بيه كقبيستين جنابة أي كقبيستين كدا إيش إن إيش كده ويان قال ماذا إيوه السارة ما كبقى يا هم حج كأي السارة وهو شو أدي ذي سيدنا مالك بن أنس أبو عبد الله لما دار الهجرة وحيري بشر رمضان ما كله رمى أيوه لحد الشوال اللي قدر شيء وبدع يجري شوال هرتا ثم أتبع ستة من شوال قبل دي ذي برت روايات أقول رأي لقاي وحوي وأنا أقول لها لكن هل لقى فقي بشوال لباطن كان ضمبي شيء تما كان ضمبه لقى صوم لكن ساد عيد لقى صوم نقد أرورت كوح كتبه دنا شوال بن بالله بهاي رمضان وحد كل شيء إنسان إيه شوال بس كل شيء إنسان واجد من عام وحي وقضاء إنسان لحظة بريني واجب بطايب عامض وقضاء ثم إذا أرق بور الصلاة دمك اللي تقول واجب كصناعة إن لقدم بيسيو أو لود حيسية هكذا لود حيسية أما وردئة أما إستاء أما الأضرقة
وإن واجب كي يفرض كي يلا كلا صوعه سنوينك لك الفقيه سيدنا عمر نكو حكبقها هيا إنا يسساران والحاج المكي وكلاوشا النقط وذلك باكستان يوركيس ماشو كسو بودو مركب من باب سيدنا رايع أيو كوذا. طيب حديث كما كان بمسلم الأشعري وبخاري مسلم وريان وكذلك النسائي والله سبحانه وتعالى أعلم.